لما الامرأة بتكون قوية صارت بتصير نقطة الالتقاء موجودة موجودة ومقبولة، يعني ما ضروري تكون نقطة الالتقاء هي محور يعني واسع جدا. كمان ارجع اقول لك لانه الفكرة حكمة هو جايب مايند سيت انه المرأة لما يعني لما المنة عليها انه انا تزوجتها. This is how our culture is built. هو يختار المرأة اللي يبيها، هو اللي يتزوجها تكون هي تابعة له، ولكن مفهوم ان احنا الشركاء مع بعض ونكمل بعض وانت تختارني وانا اخترتك كمان. كان عندي يعني حرية اني اقول لا، ولكن انا اخترتك كمان فنكمل بعض. يعني هذا اسمها المشاركة، انا مو تابع لك. وبيضل في كل واحد عنده دائرة لنفسه طبعا، لا عنده his comfort zone، منطقة انا ما اقدر اغيرها خلاص، واحترم جدا خصوصيته فيها ومكانه، هو يحترم نفس الشيء يعني منطقتي.